السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل فيديو لأكلة حلوة، وهي العزومات رمضان، وللعزومات كلها بتبقى شكلها حلو، رز شكله حلو وغني بالفيتامينات وفي كل المكونات اللي احنا بنحبها. فيها المكسرات بتاعتنا، هقول لكم دلوقتي اللي انا حطيته، او المكسرات اللي بتكون عندكم بنحط فيها يا اما لحمه مفرومه، يا اما كبد وقوانص، يا اما قطعه لحمه صغيره، يا اما فراخ، ليها اشكال كتيره. وانا النهارده هوريكم دي ازاي كده بتتقدم، وهوريكم النهارده ايه المكونات بتاعتها. المكونات بتاعتها هو رز بالقرفه، طعمه حلو جدا، يا ريت تجربوه. احنا محتاجين رز، محتاجين قرفه، محتاجين بصل، محتاجين سكر، محتاجين ملح، ومحتاجين المكون التاني اللي هي اللحوم زي ما انت بتتطلبيها اللي انت عايزاه، ممكن يكون بط، ممكن يكون انا النهارده حاطه قوانص عشان قوانص فراخ. اول حاجه بنعمل الشوربه اللي المفروض هنسقي بيها الرز. ازاي بنعملها ديت؟ بنجيب رز سكر، بنحطها حل على النار وبنحط فيها سكر. انا حطيت النهارده سكر بني، بس انت ممكن كمان تحطي سكر ابيض عادي، مفيش اي مشكله. بنخلي النار كده هاديه مش عاليه قوي عشان ما يتحرقش، وبنحط فيها، انا بحط على كل كوبايه رز معلقه سكر، فانا حطيتها وسبتها على نار هاديه كده، وببتدي اقلب فيها شويه شويه لغايه ما يديلي اللون الكراميل دوت اللي هو اللون الغامق شويه. بفضل اقلب فيها بالراحه قوي. بعد كده اول ما تديني اللون اللي انا حباه، اهم حاجه ان النار بتاعتي ما تكونش عاليه عشان ما يتحرقش مني ويمرر. فانا دلوقتي بشوف اللون دوت خلاص كده، انا بالنسبه لي تمام. بحط معلقه سمنه او بحط زيت على حسب انت ما بتحطي ايه اللي بتحبيه على الرز بتاعك زي ما انت متعوده، كل واحد زي ما متعود يعني، مش بتفرق. بس هو طبعا السمنة بتدي له كده لون ولمعة حلوة وطعم أحلى بكتير من الزيت. بس بعد كده خلاص كده تمام بالنسبة لي. بعد كده بس بنخلي بالنا واحنا بنضيف المية، علشان هي بتكون سخنة جدا، لو ضفت المية بسرعة بتطلع زي حرارة جامدة، فنخلي بالنا بنضيف المية شوية شوية. ما تقلقيش، احنا كده ضفت المية بتاعتي. انا هعمل كوباية واحدة بس رز، هتلاقي زي مسك معاكي كده او كلكع، ما تقلقيش خالص خالص، عادي جدا. هو لما المية تسخن هيبتدي يسيح، وهيبتدي كل اللي متجمد دوت هيكون عادي، هيبقى سائل يعني عادي، ما فيش مشكلة خالص. بس بنغلي بقى الشوربة دي بتاعتنا. بعد ما حطينا السمنة وحطينا المية بتاعتها، بنضيف البهارات. البهارات بتاعتي قرفة، ولو عندك عود قرفة اللي هو الناشف دوت بتبقى حلو جدا طبعا، مع اللي هو الباودر. بنضيف بعد كده ملح، ما بيحتاجش اي بهارات تانية، ما بيحتاجش اي حاجة. لو عايزة تحطي واحدة ماجي ما فيش مشكلة، انا بحط برضو عليها واحدة ماجي لو ما عنديش زي شوربة للرز. بس انا بسيبها بقى بعد كده على نار هادية، وببتدي احضر المكون التاني اللي هو عندي الرز. بجيب حلة تانية بحط فيها، بعمل بقى رز عادي جدا، اللي هو بحط قطعة سمنة، بحط مثلا شوية زيت، لو عايز تحط الاتنين مفيش مشكلة. هنا بقى بنحاول ان احنا نخلي الرز بني، يعني انا كمان دلوقتي انا بحط الرز، انا جايباه في الرز البني، في رز ابيض اللي هو الرز المصري بتاعنا العادي دوت، بس شوفوا دوت هو ده عندي كده بني، فانا بجيبه علشان بياخد لون بسرعه بسرعه وبيسرع معايا اكتر من التاني. فانا ضفت كده الكوباية الرز بتاعتي، وببتدي بقى اقلب فيها لغايه ما اخليها لونها غامق جدا جدا، زي عارفين لما بنعمل الشعريه كده مثلا بتاعت الرز. انا بخليها محمره كده شويه زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي رحت ضايفه عليها كمان شويه بصل، بيبقوا بصل كده متقطع صغير بيديله طعم ظريف جدا، وفي ناس ما بيحطوش، بس لا انا بحط لانه فعلا بيديله طعم ظريف جدا، وبيخلي جوسي كده من جوه يعني. فلا اضيفوا
دي فوق البصل لانه بيبقى جميل. هنا بقى ببتدي اقلب كله مع بعضه تاني، البصل مع الرز، وبضيف شوية بقى برضو نفس الحاجات اللي انا حطيتها على الشوربة بضيفها برضو على الرز. هنا بحط القرفة وبحط شوية ملح، يعني بظبط الطعم بتاعي عادي. بعد كده بقى ببتدي اضيف المية اللي انا حطيتها، الشوربة اللي انا حطيتها قبل كده اللي كنت عاملاها، بضيفها على الرز. زي ما احنا شايفين كده كل دوت الاسود دوت، طبعا اللي هي القرفة اللي انا حطها هي دي اللي بتخلي اللون بني. بس كده هو دوت كده، دي تاني خطوة عملناها اللي هي الرز العادي وضفنا عليه الشوربة بتاعتنا. بنسويه بقى عادي جدا 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 زي اي رز تاني، زي ما انت بتسويه ما بياخدش وقت. بعد كده انا بقى بكون جايبة القوانص، انا كان عندي قوانص فراخ سلقتها الاول وشلت المية اللي فيها، وببتدي بقى اروح محمراها بشوية سمنة صغيرين كده واحطها على جنب، بدي لون احمر كده فيها، بتبقى طعمها حلو. لاني ببقى حاطه لها برضو شويه قرفه وشويه ملح، وبكون حطهم على جنب. كل دوت بعد كده طبعا هنحطه على بعضه في الاخر. انا هنا مستخدمه اي مكسرات انت عندك عايزه، لوز، جوز، صنوبر، اللي انت عايزاه. انا هنا حاطه اللي هو اللب بتاع بتاع قرع العسل اللي هي الكبيرة ديت، ده بيبقى متنشف ومحطوط في اكياس، انا بجيبه وبحمره وبيبقى موجود كمكسرات، بيبقى حلوة، القيمة الغذائية كمان بتاعته حلوة قوي. بتقدميه بقى على حسب الشكل اللي انت عايزاه. ممكن والله انا بجيب طبق واروح حاطه في الاول القوانص وبحط المكسرات، وبعد كده بحط الرز وبقلبه، بزود بقى شوية زي ما انت عايزة. بتقدمي بقى بالشكل اللي انت حباه. انت بتحبي بتبقي مثلا عاملة، انا النهاردة مثلا عاملة فراخ مشوية، صدور فراخ متبلة ومشوية، حطيت جنبيها. بعد كده انت بقى بتحطي جنبيها سلطة زبادي، اللي هي الزبادي، وهتلاقيه بعد كده انا برضو عاملاها، محطوط فيها النعناع ومحطوط فيها توم زبادي جنبيها. انا هنا مزوقة بحاجة مشطشطة شوية، صوص احمر حامي، انا بحب اكلها كده. يعني هي بتتقدم بالمنظر دوت، يا رب بتبقى حلوة قوي في العزومات لما بتعملي سيرفيس كبير كده، بتبقى شكلها حلو. يا رب تعجبكم وطعمها جميل جدا جدا جدا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي عجبتكم ولا لا. والف هنا وشفا، واتمنى تقولوا لي في تعليقاتكم عجبتكم ولا لا.